لقاء مستقبل سليمان وشبيبة القيروانية كان فيه القسم المشترك بين زوز فرق هو الطاقم الفني الجديد من جهتين. إدارة مستقبل سليمان تختار التعاقد مع اسم جديد على الرابطة الأولى، وسامي القفسي يخوض مع الفريق أول تجربة لي في قسم النخبة. ديما احنا في سليمان نخيروا كونوا أعطاء الفرصة للكفاءات اللي نعتبروها كفاءات وما خدتش حظها. هذه سياستنا كشوا في اللاعبين كشوا في المدربين، وأنا مؤمن بما قدموا سامي نعتبره من خيرة المدربين الشبان، وبش يكون عنده شأن كبير في الرابطة المحترفة الأولى وفي كرة قدم في تونس. من جهتها الشبيبة تبدأ مرحلة الإياب تحت قيادة رفيق المحمدي، واللي عكس منافسه اليوم اختار إقحام ثلاثة انتدابات جديدة في التشكيلة الأساسية للجي اس كا، واللي هي سليم باشا، عبد الرزاق بوزرة، ويسري حمزة. مسؤوليتهم ماهيش سهلة، جايين الفريق كبير، جايين يلزموا يدافعوا على ألوان الشباب الرياضية القيرونية. شرف لكل لاعب باش ينتمي للمجموعة هذه، شفي با كادو. المقابلة كانت فيها سيطرة زملاء وليد الظاهري، واللي كانوا قراب من افتتاح النتيجة منذ دقائق الأولى للقاء. رأسية تيجاني آنان تمر فوق العارضة، وتزيد أحمد الفازيني يتصدى لها علي الفريوي بصعوبة. الشبيبة حاولت ترد الفعل من هجوم عكس، نمجد عمري مهد والمتيري من زاوية مغلقة يسدد في دين المحويشي. فرصة باش ترجع بعدها الشبيبة للدفاع، واللاعب ينحسر في نص ميدانها. سيطرة مع فرص بالجملة لسليمان بفضل حركية تيجاني آنان وأحمد الفازيني. هالأخير كان الأكثر محاولة على مرمى جياسكا، لكن دون أحداث فارق. ضغط سليمان المتواصل أثمر هدف في الدقيقة 16، الظاهر يسدد أرضية ومحمد عطية في المتابعة يحط كرة في الشبكة، لكن الهدف يلغى بداعي تسلل. 5 دقائق بعد وليد الظاهري يصنع هدف آخر، هالمرة تمريرة ممتازة في ظهر الدفاع، رشيد العرفاوي في الاستقبال يراوغ بزدر يسدد على الطاير ويمضي على افتتاح نتيجة لفريقه بعد 21 دقيقة لعب. واحد صفر والمستقبل كان قريب من الهدف الثاني. التيجاني أناني حاول مباغتة من بعيد، والفريوي هالمرة متفاطن. الفريوي واصل صموده أمام هجوم سليمان ويتصدى بصعوبة المخالفة مباشرة من تسديد الظاهري قبل ما يستعين بالقائم للتصدي، تزيد على الويل ويحطها في الركنية. الشبيبة توني شوت أول سيء بمحاولة من كرة ثابتة، مخالفة من صالحي، رأسية عبد الرزاق بوزرة في دير المحويشي. 1-0 هي النتيجة اللي انتهى عليها الشوط. في الشوط الثاني الشبيبة تفاجأ منافسها وتدخل بقوة وتهدد مرمى المحويشي في أكثر من مناسبة. فرصة أولى جي إثر توزيع من أقدام الرمضاني، ويسري حمزة بالرأس يضيع التعادل. ثم نفس اللاعب يحاول يبيغت المحويشي، لكن تسديدته كان ينقصها تركيز. سليم باشا بدوره يحاول مخالفة لعب ثنائية، وتسديدة قوية رجعها سيف الدين المحويشي بصعوبة. المحويشي مرة أخرى كان حاسم يتصدى الكرة المتيري، وعملية خطيرة أخرى لجي اس كا تنتهي بتسديدة فوق المرمى من الصالحي. 8 دقائق بضغط كبير من الشبيبة، لكن سليمان تفاجأ منافسها وسجل الهدف الثاني عكس مجرى اللعب. التيجاني أنان يعمل اللي يحب في مناطق الجزاء، يفسخ زوج مدافعين ويخرج كرة في طبق محمد عطية اللي من غير صعوبة يحط كرة في الشبكة. هدف ثاني خرج من لاعبية الشبيبة من المقابلة، والسيطرة ترجع لمستقبل سليمان، والنجومية للتيجاني أنان رغم أنه فشل في التسجيل. البنيني في محاولة أولى ما يخلطش على كرة رشيد العرفاوي، ثم في كرة ثانية يتلقى توزيعة من الدفاع، يتجاوز سليم باشا يراوغ الحارس ويسدد، وبوزرة يراجع الكرة على الخط. فرصة ثالثة تتيح الأنان كالعادة في وسط مدافعي الشبيبة، عملية 1-2 مع شتيوي يراوغ مرة أخرى الحارس، وهالمرة يسدد خارج المرمى، وغياب التركيز يحرمه من تتويج مردوده الممتاز في هاللقاء بهدف. Aujourd'hui c'est arrivé comme ça, j'espère que la prochaine fois je pourrai toucher le filet. مستقبل سليمان كان قريب في اكثر من مناسبه في نهايه اللقاء من اضافه الهدف الثالث، لكن لاعبيته طاحوا نوعا ما في الاستعراض. هذا ما حرمهمش من حصد نقاط المقابله بعد انتصار مستحق ومردود ممتاز امام منافس كان الحاضر الغايب اليوم في ملعب سليمان. فما دي كونسيني اللي كانوا واضحين وكان في المتناول في التطبيق نتاعهم ما تطبقوش. اليوم شفنا كونوا شباب القيروان يلزمها تخدم، يلزم نصلحوا برشا نقائص، برشا حوايج ما مشاتش، وفي اسو نيفو لا في فاز روتور كل فرصه بحسابها وكل غلطه نجم تو باي كاش. المباراه الاولى نتاعي في الرابطه المحترفه الاولى كنت عندي ثقه كبيره في الجوري باش يعطيو مستوى باهي، خاطر نعرفهم انا
من عملنا وتعملنا ونا قادر على ميمو ساتور كيما قلت زيتي كونسونطري حاجه يتفرح اليوم اللي نجاونا ماركينا في المومون فور والمومون فيبل نتاعنا سواء بريمي ميتون او دوزيام ميتون ورات الكاركتير نتاع الجروب اللي موجود في سليمان راكم شفتوا قدموا اداء ممتاز تبقينا بعد البونتو الثاني دخلنا شويه في الفاسيليتي اللي ضيعنا فرص كانت تنجم تكون النتيجه ارض من هكاك لازم نتعلموا نقتلوا الماتش نتاعنا. خالد فوز مستقبل سليمان هدفين لصفر مستقبل سليمان اللي غيرت المدرب وبرحيل هدافها محمد علي حمودة ولكن الأهداف موجودة والانتصار على ميدانها. لنا تفهم اللي الفريق عنده ساتور عنده نظام متاع إدارة متاع إطار يعني يتغير فيه عنصر ولا اثنين تغير لاعب جاء إطار مدرب جديد لكن الكل تحت استراتيجية واحدة هي استراتيجية الإدارة نسمه رئيس النادي واضحة أفكاره اللي يعني عنده إيمان اللي المدرب في بارتي من الجروب ما هوش هو الجروب خاطر الجروب حاجة كبيرة ياسر من إدارة لاعبين مدرب نجم يكون في بارتي من هذا الكل وهذا اللي رينا اليوم يعني سيطرة سورتو في الشوط الأول يعني ما حسيناش فريق اللي يتبدل ولا فيه شومباردمو على المستوى التكتيكي بنفس ممكن الروح قلت لك الشوط الاولاني يعني دوميناسيون توتال رجع الشبيبه في الشوط الثاني ولهنا قوه الفريق وسمعنا سامي يحكي اللي في الاوقات القوه نتاع الشبيبه عرف كيفاش يستغل المستقبل سليمان المساحات وسجل هدف من بعد الهدف الثاني برسك الامور تحسمت وقتها ممكن هذا اللي لو بوان نيجاتيف في الماتش هذا اللي المستقبل سليمان كان قدامه فرصه ان يربح بسكور ممكن هو اول في مقابله في الموسم يربح بسكور مع انه ضيع فرص سهله ياسر الملاحظه اللي مستقبل سليمان يفوز على الشبيبه في الذهاب وفي الاياب دونك لهنا تفهم اللي فريق بدا الموسم كما يلزم من اول جوله ويبداها في المرحله الاياب كما يلزم يعني كما قلت لك الهيكل الموجود بدل عنصر ولا اثنين موجود هذا يشكل. وبالنسبه للجي اس كا اسامه رغم تغيير المدرب لانه الرجه النفسيه ما صارتش. شوف راه مش ديما تغيير المدرب هو الحل انا تو نتابع في جي اس كا تو عندي مده خاطر انا ديما نما اللي هي مدرسه من اكبر المدارس في تونس يعني نتاع شبان وكل شيء. صراحه فماش يعني في ليكيب سينيور فماش بوكو دو كاليتي لو تشوف سليمان انا نعرف كلكو جوار منهم اولاد يعني مثلا اولاد الكلوب وفما اولاد من الاسبيرانس ونعرف التوجه تاع رئيس النادي نتاع سليمان اللي الى ميزي على اللي جان هذوما كيما رشيد العرفاوي كيما خذا حسام قطفيه زاد يعني مواليد 99 من النادي فما دي جان يعني يبشروا بخير فهمت كيما انا هذول نتاع الترجي قروان تو كي تشوف يعني باش تحكم على فريق حتى اذا ما عكستك الكره هو فما فرص فهمت انا تو قروان اللي شفته حاليا الحق ما فماش كاليتي كبيره نتاع جوارات اللي فريمون حاجه باش يعني تبشر بخير لقدام فهمت بالضبط. مراد عندك لقطات الماتش هذا؟ لا هذا ما عندناش لقطات خاطر مش لكن أوكي. وصلنا هزان والحكم يعني كان مرور ممتاز في المقابله هذه. يقولوا لي انه عندنا تدخل هاتفي مع الكاتب العام لنادي حمام الانف السيد قصي السماوي. وي مرحبا سي قصي مساء الخير. وي مساء الخير مرحبا اختي نجاة ووفق الكرام. وي تفضل طلبت الرد. توضيح فيما يخص تدخل السيد نادر خراسمي بالنادي الرياضي بالبلدي انه بالنسبه للحافله الاعتداء اللي تم عليها هو تقريبا 5 أو 6 كيلومتر بعيد على حمام الانف ما عندوش حتى علاقه بجماهير حمام الانف. النقطة الثانية القبول معناها الأحباء اللي جاوا من بنزرت مع العلم أن المقابلة تدور من غير حضور أحباء النادي الرياضي بنزرت لكن احنا تدخلنا مع الأمن وبطلب من رئيس هيئة الأحباء سعينا باش يقبلوا الجماهير اللي جات الحضر الكل دخلوا وحضروا وتفرجوا في المقابلة. دونك علاقتنا طيبة راهي مع النادي نأكدوها مع النادي الرياضي بنزرت علاقة طيبة. هما بيدهم وقت اللي احنا لعبنا في مقابله الذهاب دخلوا مع الامن باش قبلوا الجماهير اللي حضرت. دونك توضيح حبيت ناكده باش معناها لو حملوه ما عنده حتى علاقه بالامور اللي صارت. الامن هو اللي يعرف يتصرف احنا مش ندخلوا في طريق خدمته. طريقه الامن على الحقيقه ما فهمناش علاش خاطر في العاده على الاقل الرئيس يدخل
البستير ما صارتش الحكايه هذه دونك ما نجموش حملوش ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا وما ثم حتى تعليمات عطاتها لمنع معناها المسؤولين ولا الجماهير نادي المنذرتي. واضح واضح سي قصي، شكرا لك على التوضيح، تصبح على خير. نكمل مع اخر مباراه في جوله اليوم، مباراه اتحاد بنقردان والنجم المتلوي. في الحقيقه مباراه عرفت تسابق وتلاحق واربعه بونتو كاملين مع عمر المستيسر، خالد بن يعقوب، اسلام بن صالح، محي الدين بن غازي. الشطر الثاني من البطوله عرف بعض التعزيزات خلال الميركاتو الشتوي لفريقي اتحاد بنقردان وضيف النجم المتلوي. نضال سعيد، الليبي احمد شلبي رمضان، والمصري مصطفى فرموي من جانب الاتحاد، اميل المهذبي، اوشيلي، ايزاكا ابو دو، واسامه البغانمي من جانب الضيوف. بدايه حوار اتحاد بن قردان بضيفه نجم المتلوي عرف بدايه هجوميه من زوز فرق، مع افضليه على مستوى السيطره الميدانيه لابناء المدرب طارق ثابت. الدقيقه التاسعه سامي العماري يغير وجهه اللعب بتوزيعه ممتازه من اليمين لليسار، لكن مبروك الجندي ما يحصلش الترويض وتضيع اولى فرص المحليين. النجم المتلوي يرد بهجوم معاكس من القيدوم عماد المنياوي، يمرر الكره ممتازه لبكر ديارا، والاخير ينجح في افتتاح النتيجه لفريقه. واحد بلاش وملاعبيه الاتحاد يتقدموا اكثر للهجوم لتعديل النتيجه. ركنيه ينفذها العماري وراسيه سفيان خيلالي فوق المرمى. ثم في الدقيقه 26 خلديها يصنع الفارق بمجهود فردي يوزع والعوجي كورتو ينجح الحارس الحلاوي في ايقافها. نصف ساعة لعب الاتحاد يضغط، ونجم المتلوي اللي نجح تكتيكيا في ايقاف خطورة منافسه كان قريب ايضا من اضافة الهدف الثاني من هجوم معاكس عن طريق هيثم المحمدي، لكنه خير التصويب على التمرير لبقية زملائه. 10 دقائق قبل نهاية الفترة الأولى واتحاد بن قردان يتحصل على ضربة جزاء. خالد يحيى يوزع من اليسار كرة في المحور بين المهاجم العوجي والمدافع المهذبي، والحكم نضال طيب يعلن عن ضربة جزاء. صبري العماري يتولى التنفيذ يصوب، والحارس الحلاوي ينجح في التصدي في مرة أولى، لكن في المتابعة خالد يحيى ينجح في تعديل النتيجة 1-1. شوط أول انت على محاولة للمهاجم السريع خالد يحيى من الرواق الأيسر، لكن دون تغيير في النتيجة. بداية أحداث ومجريات النصف الثاني من اللقاء، نجم المتلوي يبادر بصنع الخطر، كرة ثابتة قريبة من منطقة العمليات، هيثم المحمد يتولى التنفيذ، كرة قوية وفي زاوية صعيبة، لكن التألق كان هالمرة من الحارس الشاب أسامة بوفالغا. الاتحاد يرد بسرعة على العملية هذه بتصويبة نصف طائرة من المعوض لوا لوا، لكنها مرة تقريبا من مرمى الحارس الحلاوي. نسق اللقاء ارتفع خاصة في العشرين دقيقة الأخيرة، دقيقة 73 نجم المتلوي يتحص على مخالفة. المحمدي يمرر لابراهيم بوشيلي، والأخير بتصويبة فيها برشا دقة، كورتو استقرت بالزاوية 90 لمرمى الحارس بوفالغا. ثلاثة دقائق بعد ونجم المتلوي يصبح يلعب بنقص عددي بعد تحصل مهدي بن نصير على الإنذار الثاني. الاتحاد يضغط ومحمد بن طرشة في حالة انفراد، لكن الحارس الحلاوي مرة أخرى يتألق وينقذ فريقه من هدف محقق. ثم مخالفة تتنفذ من صبري العماري، الجندلي بالراس يعدل النتيجة 2-2. نفس اللاعب بروك الجندي تتوفر له إمكانية إضافة الهدف الثالث، لكنه يضيعها بصورة غريبة وكورته مرت جانبية. نلعب دقيقة 89 وحكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه المهاجم بوبكر ديارا بعد تحصل على الإنذار الثاني. الوقت البديل اتوفرت فيه الفرصة السانحة للتسجيل من جانب خط هجوم الاتحاد، لكنها ضاعت عن عمر زكري بعد تدخل ناجح من الحارس الحلاوي في مرة أولى، وأيضا مقاسية خالد يحيى من داخل منطقة 18 مرت فوق المرمى بقليل. 2-2 هي النتيجة الحاصلة في عقب هذه المباراة اللي نجح فيها نجم المتلوي تكتيكيا وفنيا. في المقابل يواصل فريق اتحاد بن قردان إهدار النقاط على ميدانه، ويبقى للجولة الخامسة دون انتصار في البطولة. تري ساتيسفي، فرحان برشا باللاعبين نتاعي، سيرتو باللاعبين المنتدبين واللاعبين اللي كانوا موجودين. اظهرنا هذا في المقابلات في الفازاليه الاخيره ضد فرق كبار، اليوم جاي عارفين عندنا ديبلاسمون كونتر اتحاد بن قردان، فريق يعني صعب المراد في بلاده، قدم هو مقابله بطوليه. الانضباط اللي موجود كان انه كانت التعليمات اللاعبين نتاعي باش نحاولوا نسجلوا دي ديبو،
خلينا ليكيب ادفيرس ديزيكيليبريست، خلينا الفرص هذيك سجلنا، رجع علينا الفريق ضربه جزاء ثم رجع علينا. المهم نحن الكونتور نتاعنا قاعد يعد، يعني اون ديبلاسمون نجيبوا في النقاط ان شاء الله، نحاولوا في ارضيه الميدان نتاعنا نستغلوا لو ماكسيموم. اليوم بصراحه الحدث الفارق هو تجسيم الفرص لادفيرسير، من تروز اوكازيون سجل زوج اهداف منهم بالاريتي. احنا بالرغم من الفرص العديده معنا ما تمكناش باش نسجلوا هدف الانتصار. ان شاء الله اليوم التعادل في طعم صراحه قاسي جدا، ان شاء الله نعوضوا في المقابله القادمه. بالمناسبه نحب نعتذروا معنا للناس اللي واقفه معنا من الهيئه المديره اللي وفرت لنا ظروف طيبه، من الجمهور اللي واقف معنا السنه فين نعتذروا منهم. اليوم نعتبروا احنا خسرنا في ارضيه مدينه، ان شاء الله نعوضوا في المقابله القادمه ان شاء الله. خالد، المباراة السابعة توالي لاتحاد بن قردان دون انتصار، ثلاثة تعادل، أربعة تعادلات وثلاثة هزائم، ودون حتى انتصار لطارق ثابت اللي تم منذ قليل إقالته. با مالوريزمون شو نقول لك، مالوريزمون لطارق ثابت، خاطر الحقيقة أنا صديقي ونعزو برشا، ما هذه الميتشي نتاع المدرب اللي فيها ريسك، فيها ريسك شنو؟ النتائج هي اللي هي المقياس الوحيد مالوريزمون في تونس، خاطر البرا بوتيتر كي راهو فما عمل، وإحنا نراه في اتحاد بن قردان يعني فريق اللي يخلق في فرص، اللي فما فوليوم دو جو، لكن مالوريزمون لطارق النتائج ما تبعتش. هذا يعني قدر المدربين، ساعات يخدم يعمل حط كل شيء، لكن النتائج ما تبعش، واللي وقتها المسؤول ياخذ الديسيزيون باش ينحي المدرب. من سوء حظ طارق اللي المباراه هذه جات بعد فتره طويله للفريق فيها ما لعبش مباراه كبيره. اتحاد سمح النجم المتلو باش ما نقصلوش ولا نضمن له حقه، عمل لي بون استراتيجي، حس مارينا في الفيتير، يعني فريق يسجل جوج اهداف على اللي خارج الميدان نتاعو، فما ديزيدي يعني فما فرص تعاودوا، يعني باين ان فما بون استراتيجي ديفونسيف اللي باش نلعبوا الكونتر اتاك، وهذا اللي ممكن حتى سمعناه واللي فهمناه من التصريح نتاع المدرب اللي هو فرحان بالابليكاسيون نتاع الملاعبين نتاعو. دونك ما نجم نقولوا كان يعني حظ اوفر لطارق، تمناوا له الخير، وحظ اوفر زاد الماهر الجيزاني اللي قاعد يعمل فيه نتائج جيده مع النجم المتلو. بالضبط، وانا هذا اللي باش نقوله لاسامه، ماهر الجيزاني باغ كونتخ من اللي جاء تحسنت النتائج معاه مع النجم المتلو. صحيح، ماهر انا نعرفه انسان خدام، انسان يعني يعني حتى يفرض رايه حتى في اي فريق، يعني حتى الديكلاراسيون نتاعو سمعنا قبيله اللي هو فرحان باللي ريكروتمون، يعني ظاهر اللي هو كان يمكن 80% من اللي ريكروتمون هذوما ولا من الاختيارات كان هو موجود فيهم. ماهر توا قاعد باذن الله شاد ثنيه صحيحه، وحاجه تفرح يعني كي نشوفوا لا نوفيل جينيراسيون هذوما الشبان كيما ماهر كيما معين كيما الاسعد كيما كذا، بوركوا با نزيدوا نعطيو فرصه لبرشا شبان اخرين نستنى في الفرص نتاعها. شكري زعلاني، ثم عديد الاسماء. ماهر ان شاء الله يكمل توا فاز روتور هذايا باللي ريكروتمون هذوما اللي صاروا، بالبوان اللي جابها خاطر صعيبه من بن قردان، ان شاء الله يكمل الموسم اون بوتي ان شاء الله. بالفعل اعطت الفريق دفع كبير بعد فتره الفراغ اللي عاشها. هكا نكون كملنا مع كل مباريات هذه الجوله الاولى من مرحله الاياب. اذا كان عندنا صور نتاع الماتشات المتاخره اللي تلعبت في وسط الاسبوع، ليتوال والسي اس اس وترجي، على الاقل نوريو البونتوات نتاعهم. النجم الساحلي كان فاز امام النادي الصفاقسي، تعادل عفوا هدف لهدف امام النادي الصفاقسي. هذوما الاهداف، حمزه الاحمر من ضربه جزاء، وايمن الحرزي حقق هدف التعادل للنادي الرياضي الصفاقسي. هاي عمليه الهدف، هدف التعادل. شنو رايك في البونتو اسامه؟ جيست تكنيك صحيحه. جيست تكنيك صحيحه، صعيب على الجارديان وبتفي صعيب على الجيست تكنيك صحيحه، هذا اهم. ما لقى لي سباس حد ما جاء الاهداف تتمركع على الاغلاط. هذه المباراه الثانيه في لونجل
فهمتي ولا ولا اجستي معناها لاعبين. هذه المباراه الثانيه كابتن القمه ايضا بين المتصدر وملاحق المباشر، هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي الفوز ليه. هكا نمشي عندك فيها لقطات مفيولة اي خلينا نشوفوا ملي نرجعوا للقطات نتاع الماتش هذا. ده مقابله النجم الساحلي ونادي صفاقس لاداره الحكم الجزائري لياس بوكاوسا. عندنا فيها مطالبه نادي صفاقس بضرب الجزاء في الدقيقه السابعه، يعني هذه اخر لقطه المطالبه كذلك نادي صفاقس بضرب الجزاء. شوفوا هنا بعيو لعب الكره براسه يعني لم يلمس الكره باليد، وهنا بالله توضيع يعني حتى كان لمس الكره باليد راهو اللاعب عندما يلعب الكره تلقائيا وتمشي ليده حتى تكون يده في مكان يعني الغير الطبيعي نتاعها، راهو هنا توضيح ماهيش ضرب الجزاء. دونك هنا لا وجود لضرب جزاء للنادي الصفاقسي. ثم عندنا ضرب الجزاء المعلنه في الدقيقه 17 لصالح النجم الساحلي. هذو مش لقطات مش لقطات مافيولا هذوما نعرفش نشوفوا عندنا فيها لقطات اي ثلاثة ضربات جزاء. اي يظهر لي غالطين مش هذوما اللقطات. هذه في الدقيقة السابعة يعني أيمن الحرزي قوم توزيع الكرة والبريقي يعني يطلع ويمس الكرة بيدي يعني اليد كانت مرتفعة فوق الرأس ربح بها مساحة وكان داخل منطقة الجزاء وهنا كان على الحكم الإعلان يعني عن ضربة جزاء لصالح النجم الساحلي. اللي صار عفوا النادي الصفاقسي. عندك زاد لهنا لقطه 3 دي في المافيولا اي في هذه مبين يعني لمس الكره باليد من البريقي. اي وعندنا ضرب جزاء المعنى للنادي الصفاقسي اللي وليد القروي يعني رغم اللي فما يعني الاحتكاك بينه وبين صديق بن عزيزه وهذه ضرب جزاء له. هاي امامك هذه ضرب جزاء له. نشوفوا ايمن الحرزي يوزع، شوفوا البريقي هنا يطلع اليد اليمنى نتاعو واضحه الصوره تلمس اليد اليمنى اللي كانت مفتوحه اللي كانت فوق الراس وداخل منطقه الجزاء وبالتالي كان على الحكم هنا اعلان ضرب جزاء لصالح النادي الصفاقسي. هذه في الدقيقه السابعه. ايوه نمشيو توا للترجي. يعني ضرب جزاء لصالح النجم الساحلي. توزيع وليد القروي يعني كان يده مرتفعه يعني بطريقه غير يعني غير طبيعيه وضرب جزاء واضحه وثم لقطه بعيو وريناها. هنا مقابل الترجي والاتحاد المنستيري الحكم المصري امين عمر. أنا كيف يعني سقوط وطارة في الدقيقة الرابعة داخل منطقة الجزاء. هذا هو الحكم المصري أمين عمر اللي الحقيقة كان مردوده جيد. هنا نشوفه وطارة سقوط احتكاك عادي بينه وبين مدافع الاتحاد المنستيري، لا وجود لأي خطأ، المدافع لم يرتكب يعني لا إعاقة لا حتى لا وجود لضرب الجزاء. كيف هنا تمريرة من الدربالي وتدخل اللاعب الليبي المعتصم على بن ساحه، شوفوا اللاعب يلعب الكره يتدخل وضربه ركنيه يعني صحيحه وقرار سليم من الحكم. هنا اللاعب اوركوما سقوط لا وجود لاي خطا من مدافع الترجي بدران وبالتالي لا وجود كذلك الى ضربه جزاء. هنا عمليه لا وجود لتسلل توزيع من بن حموده وبلغيت. شوفوا هنا بلغيت كان في موقف سليم فما لاعب في اقصى الصوره ومكسر عمليه التسلل وقرار سليم كذلك من المساعد. نجيو هنا البطاقه الحمراء نتاع اوركوما هنا يعني لعب ربما بتهور هنا الحكم يعني كان لطيف به انه اعطيه صفره كان نجم يوصل حتى الحمراء. شوفوا الساق يعني كانت مرتفعه وضرب اللاعب في مكان حساس. ثم في الدقيقه 84 كيف يلعب ونعرفوا نحن اخطر اللاعب يعني كيلعب بالسمال اللاعب تكون خطيره على صحه المنافس وبطاقه صفراء ثانيه مستحقه يعني بطاقة حمراء لموزاس أوركوما مستحق. واضح هذا ش عندك مراد. شكرا لك نعطيكم إذا النتائج كاملة. سمال ما فيهاش ساق الفوق. واضح تفضل. أوكي نمشيو إذا قلت النتائج كاملة للجولة 14. نادي حمام الأنف يفوز على نادي البنزرتي هدفين لهدف. النجم الساحلي يتعادل مع هلال الشابة سلبيا. الملعب التونسي يفوز على نادي الإفريقي هدف لصفر. مستقبل سليمان بثنائية يفوز على الشبيبة القيروانية. نادي صفاقسي يفوز على الاتحاد المنستيري هدف لصفر. التعادل هدفين لهدفين بين اتحاد بنقال النجم المتلوي والترجي الرياضي واتحاد تطاوين. التعادل هدف لهدف. الترتيب إذا الترجي يواصل تصدر الطليعة ب 38
النقطة على بعد 10 نقاط من الملاحق الاتحاد المنسيلي 28 اللي يلتحق به نادي صفاقسي في المركز الثاني ب 28 نقطة، أيضا المركز الرابع الملعب التونسي 27، المركز الخامس نادي الإفريقي 23 نقطة، المركز السادس النجم الساحلي 20 نقطة، المركز السابع اتحاد بن قردان 19 نقطة، المركز الثامن مستقبل سليمان 17 نقطة، المركز التاسع هلال الشابة 15 نقطة، المركز العاشر نلقاو حملنف وشبيبة القيروانية 12 نقطة، المركز 12 النادي البنزرتي 11 نقطة، المركز 13 نجم المتلوي 11 نقطة، والمركز 14 والأخير اتحاد تطاوين بتسعة نقاط. هذا في ما يهم البطولة. قبل ما نمشي لكأس رابطة الأبطال والقرعة والسوبر كوب، بالنسبة لملعب بن قردان تم تدشينه وزيارة ملعب المتلوي، تم تدشينه وزيارة رئيس الجامعة وديع الجري للمتلوي لقفصة وأيضا للرديف بمناسبة المئوية. نتابعوا التقرير مع بعضنا. بعد انتهاء أشغال إعادة تعشيبه اصطناعي وفي انتظار احتضانه لأول مباراة واللي مش يستقبل خلالها نجم المتلوي النادي الأهلي الصفاقسي، شد ملعب المتلوي زيارة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. كنت نتابع سيرتو في البريود الأخرى التعطيلات اللي صارت وقت اللي علمني سي بوصيري سي بوجلال وسيد رئيس الجمعية وسي طارق علموني كون ثم بعض التعطيلات لأن ما كنتش الحق مواكب العملية من الأول، دونك حاولنا ندخل والحمد لله لقينا مؤسسات الدولة اللي استجابت للأسراع بعد ما تعطل الملف نتاع تعشيب، وأنا كنت وعدت أول ما يخفى التعشيب نجي نعملوا زيارة. الزيارة كانت فرصة للاطلاع ورصد بعض النقائص في الملعب في شكله جديد، وبعد المعاينة قرر السيد وديع الجري اتخاذ جملة من القرارات في شكل تدخلات استثنائية تتكفل بها جامعة كرة القدم. هو الكوتي فانكشنال الحق موجود، الكوتي استيتيك شوية، الكوتي باراميديكال، الكينيزي ثيرابي، حاجات معينه، دوردر تكنيك بالنسبه للستاف تكنيك باش نعاونوا بها، دوردر ميديكال باراميديكال ان شاء الله كيف كيف بالنسبه كيف كيف بالنسبه للمناسبه الصحفيين ناقصه حاجات طلبوني باش نعملها، لي شيز في التريبين اوفيسيال، لي سيرفاس تكنيك والمدخل نتاع المنصه الشرفيه، بعض الحاجات حاسينه باش تخلي الملعب اكثر رونق. إضافات وتحسينات من شأنه أن تجعل الملعب المتلوي يستجيب لمواصفات الكاف لاحتضان المقابلات الدولية لمنتخبات الشبان، من المنتظر وأن تتم مراسلة الكونفدرالية الأفريقية من أجل تأهيل هذا الملعب. الملعب قادر باش يكون أومولوجي فيفا ويحتضر مقابلات الفرق الوطنية، وعلى هذا الأساس كلفت أنا ومعايا الأخي قيس رقاس لمتابعة هذا المشروع وبالتنسيق مع الكتابة العامة نتاع الجامعة باش نعملوا الإجراءات القانونية، والإجراءات القانونية عندها كيد شارج باش نتبعوه وإن شاء الله في أقرب وقت. زيارة تواصلت إلى ملعب رديف وين يحتفل الهلال الرياضي برديف بالمئوية، وبعد معاينة عديد النقائص وخاصة الحالة الكارثية اللي عليها مقر الفريق، قرر رئيس الجامعة التكفل بكامل مصاريف الترميم في حال ضرورة إعادة البناء، فانو 20% من المصاريف باش تتعهد بها جامعة كرة القدم. عم تيجيست خاطر سيتين ايكيب في ديفيزيون ثالث نعرفها عندها، حتى جات وقت اللي نمشيو باش نباركوا على المئويات الحق حضور رمزي وكهو، معناها ما ثماش حاجة تخصص المئويات على غير بقية الفرق، ولكن هذه ظروفها خاصة شوية. أنا شفنا حالة الملعب إن شاء الله نعملوا تدخل فيه، وهذا راه باش يتكلف عشرات آلاف دينار، معناها ماهوش نتاع 2-3 دينار. ودي بتي جاس سلام على الجمعية، نشوفوا بعد الجمعية كان عندها حاجات أخرى خاصة بالجهة وخاصة بها، كشوا تدخل بشكل مباشر أو عن طريق مؤسسات أخرى بقدرة ربي ما نبخلوش عليها. آخر محطة في الزيارة كانت لملعب قفصة، وبعد معاينة حالة العشب سوف تتعهد الجامعة بتكليف شركة مختصة للصيانة ومساعدة البلدية على القيام بالأشغال اللازمة. استاد تدهور، شكون واضحين معناها في 2009 في 2008 و7 و6 و5 انا كنت نجي هنا والوضعيه كانت خير من هناك، كسوا الغازون في حد ذاته كسوا المحيط فيك تشوف. بالنسبه لزيكيب ناسيونال ان شاء الله هالتحسينات اللي باش نقوموا بها شويه كما كنت نحكي قبيله في المتلوي، نجموا نعملوا ان تورنوا فيه متلوي وقفصه مثلا، نجيبوا ان تورنوا يوناف فيه المغرب والجزائر ليبيا كذا كذا، فهمتني، ومصر وتونس. اون فا اسي دو فير ان ديناميك هنا في الريجون توتونيون ان شاء الله لي زومولوغاسيون نيسيسير ملكا
في الملاعب اللي هنا اللي تنجم تحتضن الشبان من بينهم قفصه ان شاء الله بعد ما نقوم في بعض التحسينات. هو عبد الباقي المتلوي التيران حضر ولكن مع الاسف الجمهور مازال ما حضرش لتوا معاقب حتى للجورني جاي مازال معاقب جوست لي زابوني. اوكي بون الجمهور معاقب يكمل عقوبته ويرجع ولكن المهم انه ملعب المتلوي بعد انتظار عام ونص الحمد لله اون فان كونت معناها انزغرته مسلسل هو توي انه سايها وحضر معناها الملعب واكيد جدا انه مش يعاون برشا المتلوي في تدارك الوضع اللي هي موجوده فيه خاصة أنه ديجا احنا بالأتعاب اللي تتعب فيها المتلوي لاحظنا أنه النتائج قاعدة تتحسن اللعب قاعدة تتحسن نتيجة اليوم في بنقردان نتيجة تسمى ممتازة عملها نجم المتلوي مع عودته إلى ملعبه بإذن الله معناها الموسم تاعه يكون خير من موسم عام ناول ونورمال مو يجم يضمن بقاءه معناها في سيغتانمون كيف يرجع للملعب تاعه هذا كل ما يهم الشامبيونا طبعا البطوله المحليه باش نمشي توا المسابقات الافريقيه الترجي الرياضي التونسي يسافر بعد غدوه للدوحه وين باش يحضر مباراه السوبر الافريقي واخيرا تاكد انه الزمالك المصري يوم 14 فيفري الترجي الزمالك نشوفوا التقرير الساعه مع عبد الرحمن العش ونضال عروه ثم نرجع نسمع اراء الزملاء في البلاتو. الترجي الرياضي التونسي الحائز على تشامبيونز ليغ الافريقي اربع مرات بالاضافه لكاس الكاف 1997 وكاس كؤوس افريقيا 1998 اسبق له الفوز ايضا بالكاس الافرو اسيويه والكاس الممتازه الافريقيه امام موتيما بيمبي الكونغولي في جانفي 1995 بالاسكندريه 3-0 مع المجموعه الفائزه بالتشامبيونز ليغ 1994 امام الزمالك المصري وأهداف عبد القادر بن حسن لوال النيجيري وشوكوتو الكونغولي ضد مرمى. يوم الجمعة المقبل في الدوحة سيراهن الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك المصري على لقب الكأس الممتازة الأفريقية للمرة الخامسة في سجله. هزيمة أمام أزاك ميموزا الإيفواري 1999 3-1 2012 في رادس أمام المغرب الفاسي هدف مقابل هدف وركلة الجزاء 4-3 للمغرب الفاسي. في مارس 2019 في الدوحة الرجاء البيضاوي المغربي يرفع اللقب أمام بطل إفريقيا 2018 2-1 وهدف يوسف البليلي للترجي الرياضي. مباراة الدوحة الجمعة المقبل هي فرصة لتأكيد الفترة الناجحة للترجي الرياضي مع السيطرة على أمجد الكؤوس الإفريقية في السنتين الماضيتين وحظوظ وافرة لإحراز السوبر الإفريقي الثاني في سجل النادي. هي المباراة السابعة للترجي الرياضي ضد الزمالك المصري صاحب كأس السوبر الأفريقي 3 مرات والحائز على كأس الكاف 2019 بالإضافة لخمسة ألقاب في تشامبيونز ليج. خاصة مدرب الزمالك هو الفرنسي باتريس كارتوران اللي خسر تشامبيونز ليج والدور النهائي ضد الترجي 2018 مع الأهلي المصري وكان ربح مع رجاء البيضاوي السوبر الأفريقي 2019 في الدوحة. الزمالك المصري عرف سنوات صعبة مع سيطرة الأهلي على المسابقات المحلية رغم المهارات الموجودة على غرار الفرجاني ساسي الدولي التونسي متوسط ميدان الدولي المصري طارق حامد والمنتدب الجديد المغربي أشرف بن شرقي وفي غياب الاستقرار على المستوى الفني في السنوات الأخيرة في الزمالك. السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك المصري يوم الجمعة 14 فيفري بقيادة الحكم جنوب إفريقي تعين فيكتور غوميز وسيتم اعتماد تقنية الفار. خالد كنت تشوف في اللقطات وقلت لي لعبت سوبر كوب متاع 2012 ضد المغرب الفاسي هو شوف السوبر كوب ما يخضعش الفريق هز تشامبيونز ليغ ولا فريق هز كاس الكاف ولا سور ماش تو تي بوسيبل وهذا التجربه اثبتته على الاقل مع الترجي في
في الزوز مسابقات الاخرانيين نتاع 2012 ونتاع الموسم الفارط، رغم ان الترجي على المستوى يعني الفني كان اقوى من المنافسين نتاعو، لكن كما ديما نعاود لك على مقابله نجم يصير فيها برشا حاجات. الترجي باش يلعب ضد فريق اللي نحبوا ولا نكرهوا اسم كبير في الكره الافريقيه الزمالك المصري، صحيح على في البطوله ماهوش متصدر النتائج نتاعو ديبا، لكن يقعد اسم كبير عنده ملاعبيه على مستوى عالي كسوا ديزانترناسيونو يعني مصريين مع فرجاني ساسي انترناسيونال تونسي ولاعب مهم، عنده اللاعبين بن شرقي ولاعب اخر مغربي كيف كيف يعني كانوا في الوداد ونجم وناجم لاعبين ممتازين. اهم شيء للمدرب هو كارتيرالي، واجه الترجي عديد المرات يعني واجهوا ضد الرجاء في السوبر كوب الفارط وقبله ضد الاهلي. دونك لهنا كي تسمع هذا الكل تفهم اللي راهي مش تكون مقابله سورا ماتش، فما حسابات تكتيكيه كيفاش معين بشيخ كيفاش باش يكون تفكيره بارابور الماتش هذايا بارابور للتجربه اللي كانت له ضد الرجاء الموسم الفارط، شنو هما الاغلاط اللي عملهم واللي نورمالمون ما يعاودش يعملهم. الاجواء يظهر لي في صالح الترجي، مع انه في قطر هذا الموسم الثاني لعب عديد مباريات والكبار كسوا في كاس العالم ولا في سوبر كوبر موسم الفارط، دونك لهنا التركيز مهم ياسر، حتى النجم حتى المقابلات نتاع البطوله والاغلاط اللي صاروا كل نجم هذا كله ياخذوا بعين الاعتبار اللي فما منافس راهو اليوم نجم اي فريق ياخذ المعلومات اللازمه على اي فريق اخر بسهوله. دونك لهنا سورا ماش وتي بوسيبل نعاود لك يبقى الترجي وحظوظ وافره كما الزمالك، ليسونسيال يكون الفريق مركز واهم شيء يعني ياخذ عبره من الاخطاء نتاع المباريات الفارطه الكبيره اللي كان خسرهم على جزئيات. عبد الباقي كلمه على الماتش هذا. والله شو كاردرون اللي اختطف عمناو كاس السوبر من الترجي وهو مدرب للرجاء، اليوم هو مدرب الزمالك في نفس المناسبه. المدرب هذا يعرف أموه معين الشعباني كيفاش يخمم، لأنه لعب معه بالأهلي، لعب معه بالرجاء، وتو باش يلعب معه بالزمالك. خاصة في نفس الملعب. ماتش كما يتصوروا البعض وبرشا ناس يقولوا الزمالك أضعف فريق في الثمانية اللي قادوا في لانكارت فينال. سي با فري. لكن مش في أحسن حالاته زاد الزمالك. الزمالك عمره ما يكون في أحسن حالاته، طالما أنه الرئيس نتاعو كل مرة يتلعب طلع عمره ما تلقاه في أحسن حالاته. أنا ساعات الطلعة تجيب نتائج إيجابية وساعات تهبط الغادي، هذا رئيس يحكي على الجنون تخسر فيه حسب شطحاته. برح كيما معناها فهمتني. الشيء اللي لفت انتباهي هو اسمه مرتضى وعمره مرضى. هاي ديما مش راضي. هذا الشيء اللي لفت انتباهي أنه بدأت الاحتفالات بالسوبر الأفريقي في الدوحة منذ الأسبوع الفارط. وصول التروفي ومهرجانات والتروفي يدور ودولاب يدور وكأنه معناه عملية تسويقية تؤكد أنه البلاد هذه ولات عندها التقاليد في تنظيم وإنجاح التظاهرات الرياضية. نقول هذه بكل ألم منه، لأنه ساعات في تونس تقع تظاهرة في الكرة ولا في سبور بسبورات ما فيق بها حتى واحد. توا قطر تعيش بليزافيش بتصاور بالواحد على إيقاع سوبر الأفريقي. أجواء كبيرة أكيد دبلوماسية رياضية أكيد جدا. هذيك هي دبلوماسية رياضية اللي هنا بقات شعارات ودبلوماسية اقتصادية، معناها موضوع كبير تو في العالم تشوف عليه دبلوماسية رياضية إلكترونية. وهذه مباراة الزمالك نحكي مع الزمالك هذه بروفا للماتش الجاي بالضبط. فوالا سي تو. هاو باش نحكيو عليه الماتش الجاي. عندك تعليق كم يعني فيكتور غوميز الجنوب افريقي يعني من احسن الحكام في افريقيا، دار يعني مؤخر مقابله الاهلي المصري والنجم الساحلي وكان يعني مردوده ممتاز في مصر، وكذلك يعني باش يتم استعمال تقنيه الفار. حطوا زاد ثلاثه حكام يعني ممتازين، الجزائري مصطفى غربال وسيكازوي ودو سانتوس الانغولي، يعني بقدرة الله باش يكون طاقم تحكيم يعني ممتاز ومن احسن الحكام في افريقيا. يعني هو من الصدف انه الترجي الرياضي التونسي باش يلعب مع الزمالك ثلاثه مباريات في اقل من 20 يوم ولا 22 يوم، يعني القرعه في كاس رابطة الابطال دور الربع النهائي ايضا حطته في مواجهه مع الزمالك المصري، والنجم الساحلي ايضا سيواجه الوداد. نمشيو الساعه لفقره هذه الخاصه على المواجهات الدور الربع النهائي ثم نرجع.
8 فرسان أفريقية على خط الانطلاق في سباق التربع على عرش القارة السمراء لأمجد الكؤوس الأفريقية. ترجي والنجم من تونس، الزمالك والأهلي من مصر، الوداد والرجاء من المغرب، سان داونز جنوب أفريقي، وتي بي مازامبي الكونغولي. هو أقوى دور ربع نهائي في تاريخ تصفيات كأس رابطة أبطال أفريقيا، بما أنه يضم 8 أندية سبق لها الفوز مرة على الأقل باللقب. وك النجم الساحلي المترشح الأول على المجموعة الثانية باش يواجه الوداد البيضاوي صاحب المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة. النجم حامل لقب 2007 يلعب للمرة التاسعة الدور ربع النهائي لكأس رابطة أبطال أفريقيا. صابر بن فرج يرفع كأس الذهب الغالية الغالية الغالية. منافس الوداد البيضاوي باش يلعب للمرة الثامنة دور ربع النهائي، والقرعة وضعت الفريقين في أول مواجهة في رابطة أبطال أفريقيا. الذهاب باش يتلعب في المغرب يوم 29 فيفري، والإياب في تونس يوم 7 مارس. أربع مواجهات سابقة بين الفريقين كانت في مسابقات أفريقية أخرى، مرتين حساب كأس الكونفدرالية الأفريقية نهائي 99 النجم فاز ذهابا وإيابا، ومرتين في نصف نهائي كأس الأندية المحظى على الكؤوس 2003، مباراة أولى فاز فيها النجم 2-0 في تونس، والوداد انتصر في مباراة العودة في المغرب 1-0. هذيك هي قرعة باهية كهو، معناها الفرق الكل معناها باش تكون قوية، الفرق الكل باش تكون تعرف بعضها. نعرفوا الوداد لعبنا له عملاو ونعرفوا زاد اسناه، ان شاء الله قلت ربي ندافعوا على حظوظنا لاخر لحظة ان شاء الله. السلام عليك. اسبيران دو تونس. شهادة ملكية لزوز نسخ متتالية 2018 و2019 وأربعة في تاريخ الفريق بعد 1994 و2011، الترجي صاحب المرتبة الأولى في المجموعة الرابعة يواجه في ربع نهائي الزمالك المصري الثاني في المجموعة الأولى. هي المرة 21 اللي يلعب فيها الترجي ربع نهائي في رابطة الأبطال، والزمالك للمرة 17. ستة مواجهات سابقة جمعت الترجي والزمالك في رابطة الأبطال أفريقيا، زوز انتصارات للزمالك، ثلاثة تعادلات وانتصار للترجي كان في نهائي 94 3-1 في المنزل. هذه برخيصة، هذه برخيصة، والهدف الثاني، والهدف الثاني. عملية سحب القرعة وضعت مباراة الذهاب في مصر يوم 29 فيفري، والإياب في تونس يوم 6 مارس. منافس باش نلعبوا معاه ظهر لي زوز مقابلات مختلفين، الأهداف مختلفة. الهدف الأول اللي هو على 90 دقيقة تتحصل على سوبر كوب، 90 دقيقة فقط معناها تحصل على لقب، والهدف الثاني اللي هو على زوز مباريات ترشح للدومي فينال تاع الشامبيونز ليغ. دونك زوز اهداف متغايره بالنسبه لنا احنا، خموا في الهدف الاولاني ناخذوا ماتش بار ماتش. تعرف المباراه الاولى مهمه بالنسبه لنا احنا، ان شاء الله باش نفوزوا باللقب. دونك ناخذوا الماتش الاولاني وبعدين ان شاء الله عندنا الوقت نحضروا زوز مباريات تاع الشامبيونز ليغ. اذا كابتن، دور الثمانية يضم يعني أفضل ثمانية فرق في إفريقيا يعني دون مفاجآت. هما ثمانية المرشحين للنيل لقب البطولة، الكلهم يتراهنوا بنفس الحدود. تقول لي ليتوال، قل لك الترجي ما بين المرشحين وليس المرشح الأساسي أو المرشح للشوز برينسيبال، باش كيك ما نحطوش الضغط على النوادي تاعنا، حطوا الضغط على اللاعبين وعلى المدرب وعلى الهيئه. هما تحدثوا على الزمالك والاسبيرانس، احكينا انت على النجم والوداد. اي جوستومون، النجم والوداد، النجم نجم الشامبيونز ليغ مش نجم البطول. معناها اكتسب من الخبره واكتسب خلينا نقولوا معناها من النضج والتصرف في هذه المباريات، والنجم حصد 6 نقاط خارج ميدانه وسجل جكروا 5 أهداف خارج ميدانه. كما قلت المرة الأخرى، هذا مؤشر للجمعيات اللي باش تلعب البرة تنجم ماركي البرة
كي تنجم تمركي لبرا ونعرفوا الهدف ما قيمة الهدف المسجل خارج خارج الديار عنده قيمة كبيرة ياسر دونك راهو المباراة الأولى هي الأساس ثانيا أن الميدان ما عادش عنده قيمة أحسن مثال على ذلك الترجي تخسر مع كأس العربية كأس العربية أسفي بعد الجمعة تمشي للرجاء الرجاء اللي معناها قاو كذا قدام 60,000 تربح 2-0 معناها راهو ما فماش كيفاش نقولوا لافونتاج دي تيرا سي فيني ما عادش لتوال كيف كيف لتوال تخسر مع الهلال تمشي تربح الهلال دونك لتوال زاد خسرت هنا مع الهلال السوداني وربحت في الخرطوم وربحت جيستومون ومعناها كي انت عندك سيت انديكاتور مؤشر اللي انت في الادوار الاخرى تربح البرة وتماركي البرة ان شاء الله المؤشر هذا ياكدوه في المباريات الكاس لان تختلف تماما خرجنا من البطوله توا الى واحد كومبيتيسيون تاع كوب اللي فيها بلانتيات اللي فيها برشا حوايج اللي الهدف كذا دونك الاستراتيجيه تاع الجمعيات الكل راهم مش يغيروا من ستيل نتاعهم مش يغيروا من الاستراتيجيه نتاعهم لازمهم يتاقلموا مع شروط المنافسه. اسامه والله تكلم مواجهه العربيه ذي الكلام سي خالد اللي المباريات توا خرجنا كما يعني من ليبول يعني كل مباراه توا مهمه نتصور انا المدربين الكل توا باش يحضروا لي ماتش يعني ساعه ونص كل ساعه ونص يعني عندها تكتيكها وعندها خدمتها وعندها اللاعبين نتاعها وحظ موفق بيان سور للتوانسه. عبد الباقي كلمه على النجم والوداد. والله النجم الساحلي في التظاهرات السابقه اللي واجه فيها الوداد الكل خرج منتصر سواء في بطولة عربية أو في كأس كاف كل ما كانت المواجهة مع الوداد النجم يترشح ويفوز ويتوج وهذا صندوق سيكولوجيك آخر ماتش عنده عام معناها عام في البطولة العربية معناها مش بعيد والوداد في أوج والنجم ترشح عليه وهذا يعاون النجم نفسه. يعني التاريخ يقف بقوة في صف النجم أكيد. بالنسبة للترجي والزمالك المترادعة اللعبة الترجي هزت فينال مع الزمالك الزمالك طيحت الترجي مرتين من الباركور متاع تشامبيونز ليج في ثلاثة مباريات اللي مش يجريهم بالترجي واحدة في الدوحة واحدة في مصر واحدة في تونس. بالنسبة لي أنا أصعب ماتش هو اللي مش يلعبه في تونس. وإذا كان يحب يسهل ماتش تونس يجب يرجع من مصر بنتيجة إيجابية وإيجابية جدا بوركوبا لا فيكتوار في اللي باش هكا لأنه نقولها ونعاودها الزمالك في الـ في الـ في الـ في عقلية اللعب ببلوك مش با ولكن بتغطية دفاعية مركزة ودي كونتر مع وناجم وبالشرق اليوم مسرعين برشا راهو الزمالك مخطر برشا شو كيفي خذ بايك من الاول باش تسهل عليك ماتش تونس. المهم اذا حق سعيد ذات بايا من الاول فينال عام 0-0 ضد الاهلي 0-0 يعني يقول خذ بايك من الاول اربح ولا لا ولا جوج كروا انا عملت 1-1 عملت 1-1 وجيت خسرت انا 0 وسيفيني والماتش بلي علاش انا جنسيست على ماتش لالي علاش ما عادش عنده علاش جنسيست على ماتش لالي كابتن ماتش لالي اربحوا يلزمك تربحوا فهمت النيل بيدو شويه فهمت. هو اكيد عبد الباقي الوداد سيحاول الثأر من الفرق التونسيه نتمنى لهم اكيد حظ سعيد. نعطيكم البرنامج اذا مباراه الذهاب باش تكون يوم 28-29 فيفري الزمالك يستقبل الترجي الرياضي الوداد يستقبل النجم الرياضي الساحلي الاهلي سان داونز والرجاء تي بي مازنبي مباريات الاياب ستكون يومي 6 او 7 مارس هذا فيما يهم قرعة رابط الأبطال الإفريقية اللي بها باش نختموا الحصة في الأخير فقط بالنسبة لكرة اليد بادرة طيبة من جمعية قدماء كرة اليد والسهم الرياضي براس جبل اللي نظموا دورة الوفاء أنا عجبتني كلمة دورة الوفاء دورة المرحوم حسان بالخوجة وفريد مختار لحد المقبل 16 فيفري. البادرة علاش قلت حلوة لأنها بادرة وفاء وثم أيضا النهوض بكرة اليد في الجهة وفي رأس الجبل بالذات ثم تجمع بين رئيسين سابقين واحد في النادي الأفريقي سي فريد مختار اللي يرحمه واحد في الترجي الرياضي سي حسان بالخوجة اللي يرحمه اللي هم الزوز ولاد رأس الجبل واللي هم يسمبوليزيو كيفاش كانت العلاقات والروابط الموجودة بين الأندية والرؤساء في تونس. أيضا في الختام نترحموا على سي عز الدين الشريف لاعب سابق في الستينات
ومسير سابق لمستقبل المرسى، أحرز كأس تونس معها سنة 61، توفى البارح عن سن 79 سنة. الله يرحمه وينعمه ويصبر عائلته وكل أحباء مستقبل المرسى. هكا نوصلوا لختام الحصة الليلة. شكرا خالد المولهي على الإضافة، عبد الباقي بن مسعود مرحبا كما كل عادة، الكابتن خالد حسني، وخالد رد بالك، الخالدين المهم مش مراد خالد وسامة السلامي أيضا شكرا ليك. شنو رأيك عجبتك القاعدة معنا؟ خير يظهر لي منك واقف بعد البيبيتخ، دولي نبدلوا هكا المفيول الاخير كل ماتش، ارتح برشا الضغط. المهم ان شاء الله طبعا نكون سادة المشاهدين هما اللي نلت رضاهم الحصه، وتصبح على خير الى الحصه القادمه.